صباح الخير هيفاء وصباح الخير بكر، صباح الخير عليكم أصدقائي متابعي صباح الشرقية، شلونكم إن شاء الله تكونون بخير. وصفتنا لليوم وصفة فرنسية اسمها كريم بورلي، بالعربي نقدر نسميها الكريمة المحروقة. تابعونا إن شاء الله تعجبكم. بجدر صغير نخلي ربع كوب حليب، ونخلي فوقه نص كوب كريمة سائلة، وشوية فانيلا، وأخليه على نار وسط حتى يحمى. وإذا ما عدنا من هالكريمة السائلة نقدر نستعمل قشطة نخففها شوية بحليب حتى تصير تشبه الكريمة السائلة. هسه راح أحتاج صفارين بيض وربع كوب شكر، وإذا تحبوها حلوة أكثر تقدرون تخلون شوية أكثر. هسه راح أخلطها كلش زين إلى أن الشكر يذوب ويا صفار البيض. بعد ما حمى عندي الكريمة والحليب راح أضيفه فوق صفار البيض والشكر بالتدريج وشوية شوية. أصدقائي حاولوا تخلطوهم بالتدريج حتى ما يفصل عندنا المزيج. هسه راح أحتاج قالبين بايركس، وإذا ما عندنا قالبين نقدر نستعمل واحد كبير كلش عادي. وأخليهم بايركس شوية كبير، وراح أضيف وياهم مي حار، الفرنسيين يسمون هاي الطريقة بارماري اللي هي حمام مائي. مستر هنغري، زين هذه الوصفة ما راح يكون بيها طعم بيض كلش واضح؟ الجواب هو لا أبد، ما راح يكون بيها لا طعم بيض ولا ريحة بيض، وحتى اللي يأكلها ما راح يعرف إنه بيها بيض. وأخليهم بالفرن على درجة حرارة 140 لمدة 20 دقيقة. بعد ما طلعناهم هسه راح نشيك إذا كانوا مستوين، لازم نهزهم الوسط مالتهم بعده يكون سائل والأطراف تكون جامدة. هسه راح أخلي خاشوقة مال شاي شكر على الوجه وأوزعهم بالتساوي. هسه عندي هذا البلو تورج اللي هو مثل الشعلة، أبدي أموع بيه الشكر. أهم شي ما نستعجل بيه، شوية شوية إلى أن يحترق ويصير لونه بني على سواد. زين مستر، بلكي ما عدنا من هذا؟ كلش عادي، طاوة خلوا بيها شوية شكر، موع الشكر، وديروه فوق الكريمة بعد ما تبرد. هذه وصفة الكريم بورلي على طريقة مستر هنغري، إن شاء الله حبيتوها وحياكم الله.